دبلة صغيرة يعني، والله حتى اللي وحش يعني ما حتى يعني يجيب واحد إرهابي بس مو يجي حل، حتى يفص عينه شايفه طاق. دموع وحرقة في القلب وألم لا ينتهي لأم فقدت فلذة كبدها حرقا من قبل زوج ابنتها وأهله الذين فقدوا الرحم ورموها في المشفى وحيدة لتصعد روحها إلى السماء تشكو وحشية الإنسان. بنتي خابرتني قالت ماما لحقيني يا أحمد تعال موتني كتي يعني ما راح أتحمل تعشفوا جسمي فد مرة. قلت لها ماشي بنتي حضري ملابسك هسه أنا وأبوك نجيش ناخذك. عمتها جرت الموبايل من عندها قالت لي لا تجي لا أنت ولا أبوان نص ساعة أجيبها ذبها يمك. طفوا الموبايل وبجي انتظرت هاي النص ساعة ما أجوي. خابرت يعطوني رفض. رابع مرة أختها جاوبت قلت لها وين سراب؟ قال سراب بالحمام. قلت أروح أخذي لها الموبايل قلها أمك تحكي وياك. أنطفي الموبايل وبجي. ردت أخابر أبوها يعني أروح نجيبها قبل ما أخابر أبوها برقم عمتها. قلت إيه الحمد لله أخاف وما جابوها لي. قلت ألو كان يقول خال أنت مسراب؟ قلت له نعم أنا. قال الحقي أسعفنا بنتك مع حارقة نفسها وذبيناها بالمستشفى الآزادي. كان يطفي الموبايل. تعنيف وضرب وإهانة هذا كل ما وجدته سراب من زوجها حتى وصلت الأمور إلى طريق مسدود أدى إلى مفارقتها الحياة ليطالب والديها بإعدام زوجها بعد أن حرق ابنتهم. الله لا ينطيها اليوم الظهري إن شاء الله ياخذ حقنا. يعني أشكالات حتى مسرف ما ينتهي مسرف ما ينتهي ما يجيب الجزائي وما يجيبه ويوديها زين. وأمه خرب قال أنا زوجك كاتلينا بالشعرة شون وصلت المستشفى ولا رحنا اللي ما لقينا ولا واحد ولا أم ولا أخوه وأخوانه كلهم بالبيت زين. ورحنا واحدة واحدة عايفين ولا واحد ومنها ولا واحد جايين عليه ولا يخابرون. من هذا المنزل خرجت سراب عروسا والبسمة ترتسم على محياها فما لبثت أن عادت جثة هامدة بعد أن تحول الإنسان إلى وحش في معاملته. وهم أهلها يطالبون بإعدام زوجها وذويها لأنها وبسببهم غادرت هذه الحياة طفلة روحا زكية. سعدون السلطان قناة التغيير كركوك.